السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنرى درس شراكة رافعة قوية لتفعيل أدوار الحياة المدرسية. هو الفيديو الأول في مجزوءات الحياة المدرسية. نبدأ على بركة الله. أولا الشراكة والمدرسة. أناطت المادة التاسعة من المرسوم جزء 0 جزء 376 المدير بمهمة إبرام اتفاقية الشراكة وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة المدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وعليه فإن المدير مطالب بالبحث عن آفاق للشراكة بين المؤسسة التي يديرها وجميع الفعاليات التي يمكنها إفادة المدرسة في مجالات التعبئة أو التمويل أو التجهيز أو التكوين أو ولكي يقوم بهذه المهمة عليه امتلاك مهارات في التواصل والتفاوض والتنشيط وكفايات في التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة وقدرات على إقامة علاقات اجتماعية وإنسانية. مفهوم الشراكة. الشراكة شكل من أشكال التعاون المنظم بموجب اتفاقيات بين طرفين أو أكثر، ويؤطرها إطار قانوني يحدد التزامات وتعهدات كل طرف بإنجاز ما تم الاتفاق عليه. والشراكة تنبع من رغبة مشتركة في التعاون لتحقيق مصالح معينة تسعى إليها الأطراف المتعاقبة. دواعي الاهتمام بالشراكة. من الأسباب الدافعة إلى نهج الشراكة واعتمادها في المجال التربوي نجد نجاح التجربة في دول عديدة، الحاجة إلى وسيلة فعالة للنهوض بالمنظومة التربوية، التقليل من مشكلات السير والتدبير، إيجاد حلول فعالة للمشاكل المستعصية، الرغبة في التجديد وتطوير الخدمات التربوية وتحقيق الجودة. كذلك من الأسباب الدافعة إلى نهج الشراكة الرفع من قدرات المؤسسة في الإشعاع على المحيط وكسب المصداقية، توحيد الجهود للاستفادة من الإمكانات المتاحة، الحصول على دعم المجتمع من أجل التغلب على العراقيل التي تقف حاجزا أمامها، اجتذاب أشخاص ذوي خبرة أو معرفة تقنية أو تجربة رائعة. كذلك من أسباب الدافعة إلى الشراكة إنجاز الكثير والأحسن انطلاقا من القليل المتوفر بفضل تقاسم التكاليف والخبرات. كذلك تحقيق النهضة بقطاع التربية والتكوين. من الأسباب الدافعة أيضا إلى نهج الشراكة واعتمادها وهي تحقيق النهضة بقطاع التربية والتكوين، انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وجعلها منسجمة معه. أهداف الشراكة. تهدف الشراكة إلى تطوير وتمثيل المساهمة الفعلية والناجعة في الاطلاع بالمهام والاختصاصات المنوطة بمختلف الفاعلين المباشرين وغير المباشرين لمنظومة التربية، وتسخير مؤهلاتهم لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبعادها الشاملة، الانخراط في مجهود تمتين مكتسبات النظام التربوي وتطويرها، وفي تثمين المجهود المجتمعي المستثمر لهذا الغرض. كذلك تهدف الشراكة إلى التغلب على الإكراهات والصعوبات في مسار إصلاح النظام التربوي، المساهمة الوثيقة في التدبير العقلاني لقضايا وشؤون النظام التربوي. تهدف أيضا إلى إنجاز برامج أو مشاريع أو عمليات مادية أو معنوية مجسدة لهذه الغايات. تهدف أيضا إلى امتلاك حق تتبع وتقويم مسار الإصلاح التربوي وتدبير الشأن التربوي ورسم آفاق التطور المستقبلي لمنظومة التربية والتكوين انطلاقا من المؤسسة التربوية. ننتقل الآن إلى أنواع الشراكة التربوية. أنواع الشراكة التربوية. يقتضي تفعيل حياة المدرسية وتنشيطها تضافر جهود جميع الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين من متعلمين ومدرسين وإداريين ومؤطرين تربويين ومختلف شركاء المؤسسة من أسر وجمعيات وجماعات وسلطات محلية وشركاء اقتصاديين واجتماعيين وكل فعاليات المجتمع المدني. يمكننا مراجعة دليل الحياة المدرسية غشت 2008. أنواع الشراكات التربوية. هناك ثلاث أنواع من الشراكات التربوية. أولا شراكة خارجية، ثانيا شراكة داخلية، ثالثا شراكة مع المحيط الخارجي للمؤسسة. شركاء المؤسسة التعليمية. أولا مراكز التكوين، ثانيا الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون. من شركاء المؤسسة المنظمات غير الحكومية، كذلك الشريك الأساسي الأسرة، ولا ننسى الشركاء المؤسسات العمومية والجمعيات المدرسية. ما الحكامة؟ الحكامة أسلوب في التدبير يروم تأهيل المؤسسة التربوية وجعلها قادرة على الدخول في تنافسها من خلال تدويب الحدود وتشجيع التشارك وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا، حيث تتوخى الفعالية وجودة الخدمات. ما هي أسس الحكامة وما هي مرتكزتها؟ من أسس الحكامة التواصل الفعال، جودة الخدمات، حسن تدبير التفاوض، الرؤية الاستراتيجية، الإشراك الفعلي للمعنيين، اللامركزية واللا تمرك. شكرا على تتبعكم. إذا كانت هناك استفسارات المرجو كتابتها في التعليق إجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم. انتظرونا في الفيديو التاني.